طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم جميعا أخواني وأخواتي الأفاضل في اللقاء الخامس، وهو مكتوب السادسا، اللقاء الخامس لمقرر الإدارة في الإسلام. آخر شيء توقفنا الناس المتابعين، كنا تكلمنا عن إدارة الأفراد والمبادئ العظيمة التي أتى بها الإسلام لكي يميزه عن الفكر الوضعي، وتكلمنا عن نموذج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الإمام الماوردي. الإمام الماوردي، هو كلمة الماوردي هو لغة، وطبعا اسمه الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، ويقال له الماوردي نسبة إلى بما الورد. ولد في البصرة سنة 364 هجرية، ونشأ بها ثم استوطن بغداد، وكان من كبار فقهاء الإمام الشافعي، وله كتاب تبحر في الفقه الشافعي اسماه كتاب الحاوي الكبير، كما أن له كتاب عظيم في السياسة الشرعية. وأنا دار نبيكم يا شباب، لابد أن نتعرف على هؤلاء النفر الكريم الذين أضافوا إلى الفكر الإسلامي من مفاهيم. أيضا من بدء نتعرف على إنجازاتهم، مثلا ما هي المؤلفات التي ألفها الإمام الماوردي، ما هي أهم الكتب التي كتبها الإمام أحمد بن تيمية وخلافه. فيعني من أجمل الكتب التي كتبها كتاب الحاوي الكبير، كما أن له كتاب في السياسة الشرعية وإدارة الحكومة والتنظيم الإداري، كما كتاب التنظيم الإداري يجب على حد ما كتاب الأحكام السلطانية. أيضا هناك في تاريخ الإسلام كتاب اسمه الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى، والكتابين متشابهين، يعني كتاب التنظيم الإداري والأحكام السلطانية كتبا في زمنين مختلفين، لكن المحتوى هو قريب من بعض. فنحن نستطيع نقول والله أن كتاب الأحكام السلطانية هو أول دراسة علمية منهجية في الإدارة الحكومية الإسلامية. طيب، نجي نشوف رأفة الدولة.
واحدة من المفاهيم المرتبطة بهؤلاء المفكرين. الرئاسة الدولة تناولها الإمام أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. ورغم أن الكلمات التي وردت في هذا الأمر تعرض فيها الماوردي لند، ويرجع سبب النقد أن هذا الكتاب كان في فترة فيها ضعف للخلافة الإسلامية، يعني ما بني عليه هذا الكتاب ليس في أوج الإدارة الإسلامية، إنما كان هناك فترة ضعف وفي ضعف للإدارة الإسلامية. الماوردي تناول في دراسته في رئاسة الدولة إلى أسس الولاية، يعني الأسس التي تقوم عليها الولاية ووجوبها وواجباتها، متى توجب الولاية وما هي حقوقها وما هي واجباتها، وأن الولاية العامة ترضي كفاية، أي بمعنى يتولاها شخص، إذا تولاها شخص كفو معناته خلاص ما نبحث عن شخص آخر لكي يتولى الولاية. طيب، في سؤال كبير كان يسأل عنه وأجاب عليه الإمام الماوردي، هل الإمامة وجوبها شرعي أم عقلي؟ يعني هل هي منصوص عليها في الشرع أم أنها توافقت مع ما أورده العقل؟ في هذا الأمر خلص الناس إلى أمرين مهمين. نستطيع أن نقول والله أنها أما أنها الأمام بأمر شرعي، هي امتثال لقوله تعالى في الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ففرض الطاعة وللأمر من ناحية شرعية، فهنا الإمامة أو الأمارة هي واجب شرعي لأن فيها شنو يا جماعة ولاية أمر. أما من الجانب العقلي فأن العقل يا جماعة يستنكر أو يستنكر، أي لا تكون هناك مجموعة ليس لها قاعدة، يعني من ناحية عقلية ساكت، ممكن يكون الناس ما ممكن نتخيل أن هناك مجموعة من الناس ينضمون تحت إدارة ما دون أن تكون لهم قيادة، يعني إطلاقا لا يجوز. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثا في ثلاث فأمروا أحدكم، لا بد أن يكون هناك شخص يرجع إليه. أختي أصالة بخشوين، الكلام ده في صفحة 19، والكلام ده في المحاضرة العاشرة صفحة 19 في خيال. طيب، يعني الإمامة لها سند شرعي وأيضا لها سند شنو يا جماعة عقلي. طيب، ما هي الطرق التي يتولى بها الخلافة؟ ذكر الإمام الماوردي أن هناك طريقتان، والاستخلاف واستصهار الحاكم بالقوة. فالاستخلاف عندنا نماذج حية كما فعلها الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما استخلف عمر، أنه يعني أوصى الخليفة الراشد أبو بكر أن يتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. أيضا من طرق تولي الأمارة أو الرئاسة هو أيضا استصهار الحاكم بالقوة، فإذا يعني جاء حاكم بالقوة على دولة ما أو على قطر ما بالقوة وأخذ البيع وجب طاعته، يعني إذا فتح بالقوة وجب الطاعة. طيب، الإمام الماوردي أوجب واجبات الإمام، فذكر أن واجبات الإمام 10. طيب، ما هي واجبات الإمام 10؟ وهي سهلة يا إخوان، يعني مر على مرور سريع. حفظ الدين، تنفيذ الأحكام ما بين المتشاجرين، حماية الدين والحريم، إقامة الحدود لانفصال محارم الله، تحصيد الثغور أي بمعنى حماية الحدود تحت الدولة، جهاد من عادى الإسلام بعد الدعوة، جبات الفيء والصدقات، تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال، أن يباشر نفسه مشارف الأمور وتصفح الأحوال. هذه كلها جميعا يا أخواني الأفاضل وأخواتي الأفاضل تعتبر
من واجبات الإمام العشرة التي أوردها الإمام الماوردي. طيب دي 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 فيما يتعلق بواجبات الإمام. طيب في شروط، طبعا في فرق بين الشروط. يعني حماية الأمة وخاصة النساء، يعني بصورة بمعنى أن يعني النساء يأخذ الحقوق، يعني لأنهن أضعف من الرجال. شروط الإمام المعتمدة يا أختي نورة، أختي جواهر، شروط الإمام المعتمدة عند الإمام الماوردي: العدالة على شروطه الجامعة، يعني يكون عادل. العلم الذي يقودنا إلى الاجتهاد والتوازن في الأحكام. سلامة الحواس، أي بمعنى يعني يكون سمعه وبصره ولسانه لا يفح معها مباشرة ما يدرك. سلامة الأعضاء، الأعضاء يعني الجسد، من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض وخلاف. طيب الرأي المفضي على السياسة، إلى سياسة الرعية تدبير المصالح، أي بيكون ذو رأي، يعني عنده فكرة قادر على إيجاد رأي وخلاف. أيضا أن يكون شجاع ذو نجدة، يعني قادر على النجدة وشجاع. النسب هو أن يكون من قريش، لورود نص فيه واعتقاد الإجماع عليه. والواقع أن شرط نسب قريش للإمامة شرط مهم جدا، وإن قال فيه بعض الفقهاء بعضهم البعض، وهذا الأمر يعني يمكن أن ترجع إلى علماء الشريعة يستخدم في مسألة الخلافة. هل يجوز أن يتولى الخلافة رجل ليس من قريش، يعني مهما توفرت فيه شروط أو لا؟ فهنا هو ما ورد حسب الإمام الماوردي من شروط، ذكر أنه يكون من قريش، وبعض الفقهاء خالفوا. فهذه الأمور التي فيها خلاف نحن ما مختصين من ناحية شرعية عشان نقدر نفتي، فيمكن أن تستعينوا به علماء المملكة الكسر يعطوكم الرأي في ذلك. أيضا تحدث الإمام الماوردي عن الوزارة الوزارة نوعان، وأيضا ينبغي أن تفرقوا لنا بين النوعان من هاتين الوزارتان، هي وزارة التطوير ووزارة التنفيذ. وكلام بسيط جدا، نستطيع أن نفرق بين ما هي وزارة التفويض وما هي وزارة التنفيذ. وزارة التفويض يكون صاحبها صاحب رأي، وزارة التنفيذ يكون صاحبها صاحب أداء، يعني يؤدي، ليس له يعني ينفذ تنفيذ زي اسمه، يعني ما بيأتي بالأفكار ولا خلاف. يعني يقول لك والله ده مدير تنفيذي وده رئيس مجلس إدارة، يعني عنده قابلية يضع سياسات وخلاف. فوزير التفويض يكون شنو يا جماعة، الشخص واضع للسياسات والإجراءات والنظم. ووزارة التنفيذ يكون صاحبها صاحب أداء، أي ينفذ فقط. ثانيا الحكم المحلي. طبعا عندنا في الإدارة الإسلامية أن هناك توسع، خاصة من بعد خلافة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء من بعده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب توسعت أركان الدولة الإسلامية، فكثر الوزارة تعتبر يعني كأنما الوزير هو الذي يعني يأتي من بعد الخليفة مباشرة، يعني زي يعني نحن عندنا هنا في 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 المعنى العام رئيس مجلس الوزراء مثلا، سميه كده يعني. الحكم المحلي أيضا زي ما ذكرت توسعت الإدارة الإسلامية تحت الخليفة عمر بن الخطاب، فدخلت عديد من الدول، فكانت هناك فتوحات، فظهر يعني حكام محليين، فظهرت حاجة ما يعرف الحكم المحلي. يعني طبعا كانت الطائف فيها حاكم محلي، كانت مكة، كان البحرين وخلاف من المناطق التي كانت تقع تحت إدارة الدولة الإسلامية.
والله أنا ما أدري يعني هل كل الناس فاضية يا ليلى؟ ما أدري والله، كده أسأل زميلاتك هل فاضية إن كل الناس. طيب خلاص خير، أنا بحمل لكم الورقة فيها هذا الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الحكم المحلي يتخلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت أمارته على ضربين، يعني على شكلين، عامة وخاصة. فالأمارة العامة أيضا إلى نوعين، ضربين نوعين، يعني أمارة استكفاء وأمارة استيلاء. طيب أمارة استكفاء هي تتم بعقد عن اختيار، وهي تنعقد عن اختيار، فتشتمل على عمل محدد ونظر معهود. والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة أمارة بلد ما أو إقليم ولاية عن جميع أهله نظرا في المعهود من سائر أعماله. أما أمارة الاستيلاء هي بتنعقد مش باختيار، بعقد عن اضطرار، فيها أن يستولى الأمير بالقوة على بلد، يعني يفتحها، يدخلها فتح، ويقلده الخليفة أمارته، يعني بلد كانت ما وقع تحت سيطرة الإدارة الإسلامية وتقع عندها، فمن بعد ذلك يتم شنو يا جماعة؟ تغليده الأمارة، ويفوض عليه تدبير سياساتها، فيكون الأمير باستيلائه بصورة عامة، وهي ده الطرفين من الأمارة العامة. طيب الأمارة بتاعت فأمارة الاستكفاء يشتمل الذي يقوم عليها إلى 7 أمور. أول حاجة النظر في أمور الجيش وتدابيره، النظر في الأحكام وتقليد القضاء والحكام، يهتم بجباية الخراج والصداقات، حماية الدين والزود عن الحريم، إقامة الحدود حق الله، تيسير الحجاج أن يتوقع الأمانة في أدائه إذا كان صقله مقترنا بالعداء، أي إذا كان أمارته متاخمة لجهة فيها عداء فعليه حماية هذه الجهة بالجهة. طيب الفرق شنو بين الولاية في الأمارة والولاية في الوزارة؟ الفرق شنو بين الولاية في الأمارة والولاية في الوزارة؟ خصوصا الولاية في الأمارة، أي خصوصا ولاية في الأمارة وعموميتها في الوزارة. الأمارة الخاصة يكون الأمير مقصور على الأمارة على تدبير الجيش، يعني وظيفته في الأمارة الخاصة يكون الأمير مقصور على الأمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية والزود عن الدين والدفاع عن النساء المسلمين، وليس له أن يتعرض للقضاة، يعني ما عنده شغلة به مسألة القضاة والأحكام والجباية، إن كانت صدقات أو الخراج بتاع شنو يا جماعة الذي يخرجه أصحاب المزارع عن ما ينتجونه من مزارع، إن كان مادة، يعني إن كان سلعة عينية أو نقدا. ويعتبر في الولاية هذه الأمارة شروط معتبرة في وزارة التنفيذ، وزاد عليهم شرطان هما الإسلام والحرية، يعني نفس الشروط التي تم ذكرها هي شروط معتبرة في وزارة التنفيذ، وينبغي أن يكون الذي يدخل وزارة التنفيذ لديه شنو يا جماعة؟ أمران هما الإسلام، بالإضافة إلى ذلك الإسلام والحرية. طيب نحن إذا جبنا سألنا سؤال، ما الفرق بين العمارة بتاعت الاستكفاء والاستيلاء؟ زي نحن ما قلنا عمارة الاستيلاء هي بتعقد بعقد اضطرار، يعني أن عمارة الاستيلاء متعينة في المتولي أو يعني مهتمة بأمر المتولي، وأمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي. الاستكفاء تعقد بشنو يا جماعة؟ اختيار. طيب إن إمارة الاستيلاء مشتمل على البلاد التي قلب عليها المستولي، يعني جاء دخلها بالقوة، وأمارة الاستكفاء
مقصورة على البلاد التي ضمنها أحد المستفي، يعني الحظ باختيار. إن أمارة الاستيلاء تشمل على المحوط النظر ونادره، وأمارة الدفاع مقصورة على محوط النظر دون نادره. أن وزارة التصوير تصلح في عمارة الاستيلاء، ونحن قلنا وزارة التصوير يكون صاحبها صاحب رأي. نقول على الفرق بين المستولي ووزيره في النظر، لأن نظر الوزير مقصور على المحوط، وللمستولي أن ينظر في النادر المحوط. وأمارة الاستكفاء مقصورة على النظر المحوط فلا تصح معها وزارة، وتشتمل على مثلها من النظر لاشتباه حال الوزير بالمستوزر. أي ال 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 هنا في نظرة فقهية، فعملوا عقدوا مقارنة عامة يعني. طيب، أيضا من الأفكار التي أوردها الإمام الماورد الديوان، ويقول الديوان والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم إلى أربع أقسام. في ديوان يختص بالجيش من إثبات وعطاء، في ديوان ما يختص بالعمال من رسوم وحقوق، وما يختص بالعمال من تقليد وعزل، ما يختص ببيت المال من داخل وخارج. أنا الآن طريقة الأسئلة يا أختي جواهر، الآن أنا نزلت لكم كويز يعني في 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 المنطقة في 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 الكويزات في طريقة أسئلة. يعني نحن الدراسة شيء والاختبار شيء ثاني يا اخوان، انتم في حاجات هنا شرعيه يعني دقيقه شديد، فانا بايكم تفهموها فهم عام يعني ما شرط تحفظوها. الماوردي يناقش مدى جواز زياده الدخول الفرديه الخاصه، ويقصد الاجور والمرتبات. يعني هل يجوز زيادة الأجور والمرتبات إذا زاد دخل العام بالنسبة للدولة؟ فيقول واختلف الفقهاء إذ تقدر رزقه بالكفاءة، يعني بمعنى أن الأجور تعطى مش على زيادة دخل الدولة، إنما بمقدر مدى بذل الشخص للمجهود. وهل يجوز أن يزيد عليها؟ كما ناقش الماوردي مدى جواز استباع نفقات ذرية الجند، يعني إذا مات واحد من الجيش وترك ذرية أبناء بالنسبة له بعد وفاته، كم يعني يسمح لهم بالاستفادة من مزاياه أو من مرتبه؟ يعني هل يكون عنده معاش زي نحن الآن؟ أزول إذا توفى عنده حقوق وعنده معاش، أو إذا اشتغل فترة طويلة عنده حقوق. الكلام ده ناقشه الإمام ماوردي مدى يعني الفترة التي ينبغي أن نقضي فيها الأموال على ذرية المتوفي، أو يحولون إلى أموال الصدقة كما الآن زي ما ذكرت لكم عندنا في التعاقد أو نظام التعاقد أو نظام الخدمة الاجتماعية. القسم الثاني للديوان هو ما يقتضي الأعمال من رسوم وحقوق، وهو ينظم الأعمال من حيث إجراءاتها وتحديدها، وهو أشبه بوحدة التنظيم وأساليب العمل في الوزارات والمصالح. القسم الثالث يختص بالعمال من تقليد وعزل، يعني زي يعني إحنا عندنا هنا شؤون الخدمة أو شؤون الموارد البشرية أو إدارة الموارد البشرية، يعني هي الجهة المختصة بالتعيين والترقيات والأجور والحوافز وخلافه. وقرر الإمام الماوردي أن نلتزم بمبدأ الكفاءة أو الجدارة، أي شخص ينبغي أن يقلط وظيفة أن يكون في الجماعة على قدر هذه الوظيفة جدير، وفرق بين وظائف الرأي ووظائف التنفيذ. وتكلم الماوردي عن كتاب الديوان فيقول فهو صاحب زمامة ويقابل عندنا رأس المصلح، يعني هو الذي يقود زمامة الأمر أو مدير الإدارة. يعني الشخص اللي بيكون مسؤول عن الديوان ممكن نقول هو المدير، ممكن يكون هو الوزير او الشخص المدير المسؤول. والمعتبر في صحة الولاية له شرطان،
العدالة والكفاية. طيب العدالة ليش؟ يعني شخص المعتبر في حد ولايته الوالي يعني الذي يولى يشترط في صحة ولايته شرطان، العدالة والكفاية. العدالة فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية، فاضطر الأمر أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين. الكفاية فلأنه مباشر للعمل، يقتضي أن يكون في القيام به مستقبلا بكفاية المبشرين. تكلم الماوردي عن الإشراف والتفويض، وهو أمر من أهم أمور التنظيم الإداري في العلم الحديث. وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من أوجه. طيب ما هي الأوجه؟ ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد. للمشرف منع العامل ما أفسد فيه، وليس ذلك لصاحب البريد. أن المشرف لا يلزمه الأخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد، لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء. طيب الفرق شنو بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء؟ الفرق شنو؟ لأن يحبون المشرف لا يلزمه الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد، لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء. طيب الفرق شنو بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء؟ إن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح. طيب أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد الصحيح، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح. ده الفرق. يعني خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه، وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع دونه وما رجع عنه. طيب فصل الإمام الماوردي في نظريته التي تتحدث عن الديليجيشن أو التفويض، فيقول إذا أراد العامل أن يستخلف على عماله فلذلك نوعان أو ضربان: أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دون، فهذا غير جائز. ليش؟ لأنه يجري مجرى الاستبدال، فليس له أن يستبدل غيره بنفسه. طبعا ما ممكن يعني يقول أنا والله ما داير وأعين فلان. أن يستخلف عليه معينا له فيراعي مخرج التغليب فلا يخالفه من 3 أحوال. طيب ما هي الأحوال 3؟ 1 أن يتضمن إذنا بالاستخلاف، 2 أن يتضمن التغليب نهيا عن الاستخلاف فلا يجوز له أن يستغلف، عليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه بإن عجز كان التغليب يا جماعة فاسدا، وأن يكون التغليب يا جماعة مطلقا لا يتضمن إذنا ولا نهيا. هذه الأفكار التي أتى بها الإمام الماوردي عن الديوان. طيب نشوف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، ولد سنة 661 هجرية وتوفي سنة 728. هذا العالم المجاهد الذي نصر السنة والذي وقف لأهل البدعة والضلال، والذي قضى عمره ابتلى في السجون
من أعضاء الملة والفرق الناجية. وما يعنينا في علم التنظيم الإداري هم رسالتان، يعني نحن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ما يعنينا ما كتبه فيما يختص بالجانب الإداري رسالتان، وينبغي أن نفرق بين ما كتبه الماوردي وما كتبه أحمد ابن تيمية. نعرف أحمد ابن تيمية كتب من الكتب، وما كتبه الإمام الماوردي. طيب، والكتابان سمى الأول السياسة الشرعية والثاني رسالة الحزبة. يبقى الأحكام السلطانية هي تابعة للإمام الماوردي، السياسة الشرعية ورسالة الحزبة كتبهما الإمام أحمد ابن تيمية. فهذه رسالة مختصرة فيها الجوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية، وتشتمل هذه الرسالة إلى قسمين. واحد، قسم خاص بأداء الأمانات سواء للولايات أو الأموال، وقسم خاص بالحدود والحقوق سواء تعلق منها بالله سبحانه وتعالى أو ما تعلق بحقوق الأفراد. ابن تيمية في الجانب الإداري أخذ بالمدخل السلوك الإنساني امتثالا لقول المولى عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورسالة ابن تيمية مبنية على حد قوله المولى عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالعلماء قالوا الآية الأولى نزلت في ولاة الأمر، ونزلت في الآية الثانية في الرعاية من الجيوش وغيرهم. ثم تكلم الإمام أحمد ابن الحليم الحراني عن استعمال الأصلح واختيار الأمثل، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل المناطق. الولاية له ركنان، يعني الأصلح يعرف من خلال القوة والأمانة، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: إن خير ما استأجرت القوي الأمين. وأيضا تكلم أحمد ابن تيمية عن لا بد من اجتماع القوة والأمانة، فيقول: اجتماع القوة والأمانة في الناس دليل. ولهذا كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة وللآخر يعني قوة، فأيهما أنفع لتلك الولاية؟ طيب، نحن عندنا شخصان تقدما للولاية، إذا أحدهم أمين والآخر قوي يعني شجاع، فأيهما أنفع للولاية؟ طيب، نحن عندنا في أمارة الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور أفضل من الرجل الضعيف العاجز إن كان أمين. وإن كانت حاجة الولاية أشد للأمين مثلا في حفظ الأموال وخلافه، قدم الأمين على القوي، وهكذا حسب ما تقتضيه المصلحة العليا بالنسبة للمجتمع المسلم. ويرى ابن تيمية أن الهدف العام للوظائف هو إقامة الدين والتزام أوامره واجتناب نواهيه. ابن تيمية يقدم إصلاحا إداريا مبنيا على أساس عقدي سنده الإيمان، وهذا ما أخذت به بعض المدارس الإدارية الحديثة. ويحدد ابن تيمية من هم أولي الأمر، ويقول أولي الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وإذا هم صلحوا صلح الناس جميعا. ثانيا، رسالة الحزبة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أولا أهداف الوظائف العامة، طيب نجيب أولا أهداف الوظائف العامة، ذكر
الإمام أحمد بن تيمية أن أهم أمر في الوظيفة العامة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك في ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة. تكلم أيضا في رسالة الحزبة من خلال أهداف الوظيفة العامة، تكلم عن وظيفة المحتسب، فيقول: فأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس بخصائص الولاة والقضاة. يعني المحتسب يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بمعنى الأمور التي لا تندرج تحت ما يقوم به الولاة أو القضاة وأهل الديوان ونحوهم. تكلم الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الدور الإصلاحي للدولة في معاش الناس وفي حياتهم، فتكلم عن منع الاحتكار، والاحتكار طبعا أنت معروف مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، ومثل ذلك اعتبره منكر. ويقصد من المنكرات الاحتكار بما يحتاج الناس إليه، يعني قوت الناس تحتكر مثلا أرز، تحتكر دقيق، خلاف. المحتكر يعني هو الذي هو ذلك الشخص الذي يعتمد على شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام فيحجب عنهم، يعني ينتظر يجمع ما في السوق وينتظر حتى يرتفع سعره ثم يقوم بشنو جماعة ببيعه، فهو ظالم وملعون. ثم يجب الإمام رحمة الله عليه على الحاكم تحديد الأسعار، يعني هنا يتدخل الحاكم يحدد الأسعار. تكلم أيضا عن وجوب توفير الاحتياجات للأمة البشرية، وأيضا تكلم عن الأجور للعامل. هذه الأفكار كلها وردت في رسالة الحزبة في قسمها الأول، هو الوظائف العامة وأهداف الوظائف العامة. نشوف وظائف الإدارة. طبعا معروف يا إخوان ويا إخوات أن وظائف الإدارة الرئيسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرغابة. طيب وظيفة التخطيط، التخطيط هو شنو؟ هو تفكير ذهني، يعني نعمل للمستقبل، فيه تجمع المعلومات وفيه أهداف وله سياسات وإجراءات عامة وأساليب زمنية وعملية ومدة زمنية. طيب لماذا نحن الآن نسمي التخطيط بالتخطيط الإسلامي؟ ليه؟ عشان نميزه بين وبين التخطيط العادي، لنميز بينه وبين التخطيط بكلمة العامة الموجودة الآن في المكتبات المعاصرة والتي أتى بها الفكر الغربي. يعني نحن كلمة تخطيط ساكت يعني قد تشمل نوعين من التخطيط الإسلامي وخلافه، لكن لما نقول تخطيط إسلامي معناه نعني به التخطيط الإسلامي في حد ذاته. طيب ما هو التخطيط الإسلامي؟ هو التفكر والتدبر بشكل فردي أو جماعي بأداء عمل مستقبلي، هذا العمل يكون شنو؟ مشروع، أي بمعنى لا يخالف الشرع. مع ربط هذا التدبر والتأمل بشكل فردي أو جماعي لأداء عمل مستقبلي، مع ربطه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم بذل أسباب المشروع في تحقيقه مع كامل التوكل والإيمان بالغيب فيما غضى الله إن كان خير أو شر. طيب من هذا التعريف نستطيع أن نقول أن التخطيط يعني نحن نخطط، لكن ما لكل أمر، لا بد التخطيط يكون في أمر مشروع، نفكر وندبر في عمل مشروع، أي بمعنى يتوافق مع الشرع. أيضا يكون لأمر مستقبلي، هذا الأمر المستقبلي مربوط بمشيئة الله، لأننا لا نضمن، يعني مهما نحن حشدنا من إمكانيات وموارد لا نضمن النتائج، فنخلي الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب
طيب الفرق بين التخطيط الإسلامي والغيب، علم الغيب، طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن نحن التخطيط هو تصور مستقبلي، أي بمعنى ننظر إلى المستقبل ونحلم ونتخيل لكن نربطه بالحقيقة والواقع، بمعنى أن إحنا بنفكر في المستقبل لكن بنرهن هذا المستقبل للمشيئة. لذا القيد هو الذي على ضوء أن إحنا يكون هو الموجه لعملية التخطيط الإسلامي، لأن التخطيط هو مرتبط بآمال مستقبلية، يعني شيء يحدث في المستقبل بأساليب مشروعة دون ضمان النتائج. يعني نحن نقول والله مهما حشدنا من إمكانيات وموارد أن هذا الأمر سوف يأتي بالنتائج التي نصبو إليها، هذا لا يجوز، إنما نعمل ونترك الأمر للمولى عز وجل هو الذي يحدد مدى يعني نجاح أو سقوط، لأنه نؤمن بمشيئة الله ونؤمن بالقدر خيره وشره. طيب ما هي عناصر التخطيط الإسلامي كما ورد في القرآن و السنة؟ أول حاجة التفكر والاعتبار. أنا عشان أفكر وأعتبر لابد أحدد هدف. طيب عشان أحددت الهدف أحدد الطرق التي أو الأساليب التي يمكن أن توصلني إلى الهدف. فأن التفكير هو الركيزة الأساسية التي ينبغي أن نبني عليها التخطيط للمستقبل. طيب اثنين من عناصر التخطيط الإسلامي فيما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، يعني نحن مثلا التفكير عندنا آيات، يعني ربنا طالبنا أن نتفكر أن نتدبر أن نتبصر وخلاف. هناك تخطيط بعيد المدى مربوط بالحياة بالآخرة، يعني نحن مرأسي بنعمل في الدنيا وننتظر الحساب في الآخرة، وعندنا التخطيط قصير الأمد في هذه الحياة، وعندنا التخطيط طويل. لكن الإسلام مدح من له فكرة طويلة دائما، أيهما أهدى؟ الذي يمشي مكبا على وجهه أم الذي يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بلا شك أن الذي يمشي على سويا على صراط المستقيم بمعنى أنه قادر أن ينظر إلى المستقبل، فهذا هو التخطيط الذي نرجوه. الثلاثة من عناصر التخطيط الإسلامي فيما ورد في القرآن الكريم والسنة، ربط التخطيط بمشيئة الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل، لأننا نحن لا نستطيع أن نفعل شيء إلا أن يشاء الله. أيضا من عناصر التخطيط فيما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية بذل الأسباب والوسائل المشروعة، يعني نحن ما ممكن نخطط وما نبذل الأساليب والوسائل المشروعة، يعني ننتظر والسماء لا تمطر ذهب، عشان كده المولى عز وجل قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، مش كده من قوة، يعني بمعنى أن إحنا ما ننتظر نقول والله نحن مسلمين سوف ننتظر، لا، لا بد من الإعداد، وكلمة القوة هنا معنوية نكرة، يعني ما محددينها مفتوحة، فكل ما يؤدي إلى النجاح. أيضا من عناصر التخطيط الشورى، ومعروف الشورى امتدح الإسلام وأمرهم شورى بينهم وشعرهم في الأمر. أيضا من عناصر التخطيط فيما ورد في القرآن والسنة هي المدة الزمنية، يعني بمعنى نحن يعني التخطيط مربوط بفترة زمنية، ولنا مثال حي وقوي في قصة يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذه الرؤية. فلو لاحظنا نحن كنا نتكلم عن الاستراتيجيات، أول حين نتكلم عن الفيجن أو الرؤية، والرؤية هي تصور مستقبلي. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤية عندما فسر الرؤية عن تلك الرؤية التي رعاها عزيز نصر، فعمل تخطيط طويل الأمد و متوسط العمل، فقسم الخطة إلى 15 سنة، يعني 7 سنوات الأولى 7 سنوات تحت الرخاء، وتعقبها 7 سنوات تحت القحط. فالسبع سنوات تحت الرخاء طلب من الناس أن يبذلوا الجهد
ويعد ما استطاع من الزراعة، ثم يحصد هذا الحصاد ويضعوه في سنبله، وما يأكل منه إلا القليل يدخروه. بعد تجي 7 سنوات بعد ذاك الناس يحاولوا أن يستفيدوا ما ادخروه في السنوات السبع التي مضت، ثم في عام يكون في رخاء بصورة عامة. أما ما ورد في السنة عن التخطيط الإسلامي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لنا وألهمنا وأعطانا فكرة عن مبدأ الحيطة والحذر في الحياة. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبخ المؤمن من الجحر مرتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكثير من الأحاديث التي تتحدث عن أن نعمل للمستقبل. فالتخطيط ليس مقصود فقط على الجانب المتعلق بالدنيا، بل يتعداه إلى الجانب العملي فيما يتعلق بالنفس البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو ما لاحظنا لديه خطط استراتيجية في أمر الدعوة وأمر الهجرة. يعني مثلا إذا مسكنا الهجرة، أول ما فكر أرسل جزء من أصحابه، تقريبا حوالي 12 من الصحابة وأربعة من الصحابيات، إلى الحبشة للهجرة الأولى. والهجرة الثانية أيضا أرسل يعني أكثر من 85 من الصحابة والصحابيات أيضا إلى الحبشة. ومن ثم من بعد ذلك يعني خطط للهجرة إلى يثرب المدينة من خلال بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فهذا تخطيط. أيضا التخطيط للدعوة، يعني مما أول يوم ما دعوا الناس على دين الله جهارا نهارا، إنما كانت الدعوة 3 سنوات تمت بصورة سرية. من بعد ذلك خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وتعاهم دعوة جهرية وخلافه من الخطط. هذه كلها أساليب يمكن يا جماعة نضعها في جانب التخطيط، وهي تظهر لنا أهمية التخطيط من ناحية دينية بصورة أساسية. نتوقف عند هذه النقطة ونفتح الفرصة إن كان هناك يا جماعة أسئلة. نحن حتى الآن أصبح الطلاب النظاميين أمثالكم تماما، هم الآن أيضا سوف تنعقد لهم محاضرات عن بعد. نسأل الله لنا ولكم السلام، وأيضا ربنا يجنب البلاد والعباد كل ما هو يا جماعة شايل. نسأل الله أن يحفظ الناس في حلهم وترحالهم، ونسأل الله للجميع العافية والمعافى. أنا شاكر لكم هذا الحضور، رغم اليوم هذه المحاضرة شوية طويلة لأنها تحدثت عن جانب عقدي، في الجانب التشريعي، جانب فقه كبير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونستمع إلى أسئلتكم إن كانت هناك سؤال. فمرحبا أختي نورة، الله يوفق أختي سوسن جميعا إن شاء الله، حياكم جميعا. طيب نحن هنأتي ونتحدث عن ذلك بالتفصيل يا أختي نورة فيما يتعلق بالوظائف الإدارة الإسلامية. يعني نحن عندنا مثلا الخلافة، وعندنا الوزارة، عندنا الدواوين، وعندنا الموظف، وخلافه من الأمور إن شاء الله. شكرا أختي جواهر. طيب أنا شاكر لكم هذا الحضور، ونعلن لكم إنهاء هذا اللقاء إلى أن نلتقي إن شاء الله في تكليف ثاني. إن شاء الله في تكليف ثاني يا أخي جميل، في تكليف ثاني إن شاء الله حيكون إن شاء الله يعني نهاية الأسبوع ده حنعمل نعقد التكليف الثاني. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر، بارك الله لي ولكم، في أمان الله، حياكم جميعا.